الله يعني هنتكلم، عايزين أول حاجة نحل البروبلمز موجودة في التقسيم ده. أنا خلاص من سمارت والماكسيموم باور ترانسفير بتاعي. وبعد كده لو كان عندنا وقت هناخد انتروداكشن عن التوين سيتس هنحطهم امبارح في القدر. وبعد كده هناخد بروبلم سولفينج. طبعا كل الكلام ده قديم. إيه اللي بيحصل بقى في الحقيقة لغاية دلوقتي في السكشن كلها؟ إحنا هنقعد نقول يعني. بناخد أول أيتم بس أهو. يعني في الحقيقة بس كلها ما بتبقاش. بطلع حتة كل مثال كده. مش عارف ليه السكشن ده حاطط حتة طيب خلينا نبدأ بقى بمسألة. الفي 7 دي هي اللي انا محتاج اروح احسبها.
poi vieni lì, vieni da mucha roba, da un po' di un'altra بس خلينا دلوقتي نتكلم على الكيس الاولانيه اللي انا عايز في المقابله الاولانيه الزد 7 والبي 7 اللي محتاج يكون معايا. طيب في مساله زي دي لو انا عايز احسب الزد 7 امشي من اي طريق بقى؟ احنا عندنا طريقين، طريق ان انا احسب البي 7 والار نفسه واحسب الاثنين على بعض، الطريق الثاني ان انا احط الاكسترنال سورس في البدايه عشان اروح احل المساله واحسب البي 7 والزد 7 بس. اي طريق في الاثنين دول المفروض نمشي فيه في المساله دي؟ الاول اشمعنى الاول؟ لان المطلوب الثاني كان طالب مني الفي 7 اس، فكده انت رايح تحسب الفي 7 اس، فحل المساله لوحدها ليها عشان تحسب الزد 7 اس، مش حاجه ثانيه. لا احل المساله مره عشان احسب الفي 7 اس، مره ثانيه عشان احسب الفي 7 اس، ممكن احسب الاثنين على بعض واطلع الزد 7 اس اللي انا عايزه. هو ده اللي انا عايز اعمله. تعالوا نحسب اول حاجه مين هي الفي 7 اس. ازاي بنحسب الفي 7 اس؟ هي من اسمها في اوبن سيركت، في اوبن سيركت يعني كل اللي هتعمله هتشيل اللود وتحط مكانه اوبن سيركت وتحسب الفولتج ديفرنس ما بين النقطتين اللي موجوده عند اوبن سيركت. تعالى نعمل الكلام ده. ادي النقطة الأولانية، ادي الـA وادي الـB. حطيت مكانهم اوبن سيركت ما بين الـA والـB وشلت اللود. طيب أي حاجة تانية غير اللود تنزل زي ما هي في المسألة. 0.2 في إكس ده لسه هينزل زي ما هو. خمسة الرانش اللي فوق ده ممكن يجمع الإمبيدنس اللي فيه كلها هتبقى بكام؟ 8 زي جي 4. الرانش ده برضه ممكن يجمع الامبيدنس اللي فيه لان هم كانوا واصلين من سيريس بكام ده؟ 4 جي. كده خلاص هي دي المساله بتاعتي. بس انا المطلوب مني احسب فيها ايه بقى؟ الفولتج ديفرنس ما بين النقطتين. دي المساله المفروض كلنا نعرف نحلها وطلع الفي 7 اس صح، بس نتلخبط فيها. انا شفت ايه اللي وضحت في المساله دي؟ انت عايز تحل المساله دي تحلها ازاي؟ عايز افكار. نودل اناليسيس. طب ولو اناليسيس وحش تاني؟ والله الاثنين زباله في المساله. هو الاثنين زباله بس سورس ترانسفورمر. هو مش خالص الا لما تزنق لهم، يعني عارف دول اللي بيزنوك في المساله. خلوك تحسب حاجات كتير وتضيع وقتك في حاجات كتير فما تروح لهمش الا لما تكون مش عايز مش عارف اي حاجه غيرهم، خلاص بقى محتاج لهم. سورس ترانسفورمر. اعمل بي سي ان على التو نودز تاني يوم تطبقوا برضه نودل اناليسيس صح؟ طب لما تعملوا بي سي ان دلوقتي تطبقوا نودل اناليسيس. هو في الحقيقه اللي انتوا بتقولوه ده مش غلط، اللي انتوا بتقولوه ايه؟ اللي انتوا بتقولوه ان انا عارف دلوقتي الكارنت اللي ماشي في ال 4 ناقص 2 جي. هو مين الكارنت اللي ماشي في ال 4 ناقص 2 جي؟ عارف منين هو؟ ما هي دي نفس اللوب يا جماعه. صح؟ البوينت 2 في اكس هيتقسم هنا وبعد كده يرجع يتجمع تاني عشان دي نفس اللوب فلازم يمشي فيه بوينت 2 في اكس. طب وايه اللي تعرفه انت عن الفي اكس؟ هو الفولتج ديفرنس ما بين النقطتين دول صح؟ طب الكرنت اللي ماشي هنا بكام؟ 10 في اكس زائد 5. بالظبط هعمل هنا كيس ال هيبقى 0.2 في اكس زائد 5. انا عرفت اجيب برضه علاقه ما بين الفي اكس وما بين الفولتج اللي هنا اللي عليه بس هنا ماينس. بغض النظر بقى الماينس صح اللي انت بتقوله، بس اللي انا اقصده ان احنا هنا ممكن على طول نكتب تو ايكويشنز، مش محتاجين نكتب كيس ال ولا اي حاجه، نكتب تو ايكويشنز خلاص حسبنا كل حاجه في الكيس ال. بس انا عايز امشي بالطريقه اللي الناس المفروض تعود نفسها ان هي لو مش لاقي حاجه مباشره تعرف تطلعها تعرف تمشي في طريقه سيستماتيك. ايه الطريقه السيستماتيك بقى اللي احنا عارفينها؟ سمبليفيكيشن يا لوب اناليسيس يا نودل اناليسيس. اخترنا مين في المساله دي؟ انا هختار السمبليفيكيشن، مش هروح خالص للوب اناليسيس ولا النودل اناليسيس الا لما ربنا يذلني بيه. خلاص تعالى بقى نجرب سمبليفيكيشن. ايه السمبليفيكيشن اللي ممكن يتعمل في الدايره دي؟ الدايره دي تو لوبس عشان تعمل سمبليفيكيشن حاول تخليها لوب واحده فيها الحاجه اللي انت عايز تحسبها اللي هي الفي 7 اس. احنا الحاجه الوحيده اللي مسموح لنا نعملها هنا في المساله دي سورس ترانسفورميشن، مفيش اي بارلل سيريز كومباينيشن، مفيش اي حاجه ثانيه، هو سورس ترانسفورميشن. السؤال سورس ترانسفورميشن ده مقبول ان انا اعمله في المساله دي ولا لا؟ هو في اكس في الاثنين ازاي؟ مش بالنقط بتاعتها؟ طب هي النقط بتاعتها موجوده ولا مش موجوده؟ يبقى ما عندكش مشاكل خالص ان انت تشيل الكلام ده وتحط الفي اكس زي ما هو قال عند النقطتين البعاد. هو الفي اكس اصلا عند النقطتين البعاد حط الحاجات اللي انت كنت هتحولها من سورس ترانسفورميشن دول النقطتين من جوه، يبقى هي دي الاي والبي بتوعك اللي احنا كنا بنعمل سورس ترانسفورميشن ساعتها زي ما. يبقى الشكل بتاعي هيبقى عامل ازاي؟ يبقى هنا بدل ما كان ده كان سورس هيبقى كنت بتساوي كام؟ هيبقى فولتج سورس البوستيف هنا ومنين هنا وكنت بتساوي 5 زاويه صفر مضروبه في الامبيدنس اللي هي كانت معايا امبارح اللي هي 8 بلس 4. احط معايا ايه؟ احط الامبيدنس كمان معايا ان سيريس. لو حطيت الامبيدنس معايا ان سيريس بقى شكل
8 plus j 4 وال vx لسه محافظه على مكانها زي ما هي ما اتغيرتش. طيب بس انا بتاخد في اطروف واحده نعمل ايه بقى عشان نحسب ال v 7 بتساوي كام؟ عايز افكر الناس الترم الاولاني كنا اول ما بنشوف مساله فيها تبدا السورس المالي بالظبط كنت بتشوف عدد الانونس اللي موجود عندك في بتاعت الديبندنت سورسز وبتكتب الايكويشنز بعدد الانونس فيها عشان تعرف تحسب الديبندنت سورس الحاجه اللي كانت عندك عليها ديبندنت سورس دي ايه. وبعد ما تحسبها اي حاجه ثانيه في المساله خلاص بقت معاك. يعني هنا انا عايز احسب مين؟ عايز اعرف الفي اكس بكام؟ بعد ما اعرف الفي اكس بكام اعرف احسب الفي 7 بكام بالظبط. طيب تعالى نحسب الفي اكس، احسب الفي اكس ازاي؟ اعمل شوف الاول مثلا الفي اكس بتساوي صح بس انا عايز اقول للناس بس اللي كانت دايما بتفكر بالطريقه القديمه طبعا صح بس انا عايز اقول للناس اللي كانت بتفكر بالطريقه القديمه انت عايز تكتب كي في ال ايكويشن صح؟ او كي سي ال ايكويشن دي لوب واحده هنكتب كي في ال كي في ال اتسرعنا وقلنا كي في ال ينفع نكتب على اللوب كي في ال فيها كارنت سورس طب امال اعمل ايه بقى؟ مفيش مشاكل خالص ان انت تحسبي على جزء من اللوب الفولتج بتاعه بيساوي كام؟ تساوي لي الحاجه اللي انت عارفها مش في اكس هو الفولتج الريفرنس اللي موجود ما بين النقطتين دول خلاص تعالى نحسب في اكس في اكس ده بيساوي ايه؟ عشان اعرف الفي اكس ده بيساوي ايه لازم اكون كمان عارف الكارت اللي بيمشي في البرانش ده بكام؟ احنا عارفين كلنا الكارت اللي بيمشي في البرانش ده بكام؟ بالظبط 0.2 في اكس يبقى اقدر على طول اقول دلوقتي ايه؟ اقدر اقول ان الفولتج بروك اللي موجود ما بين اللي هو الوسط الكونكت بتوع الفي اكس همشي في اقصر طريق ما بين الفي اكس ما بين النقطتين دول بس الطريق ده ما يكونش فيه كارنت سورس ما عنديش غير الطريق ده الطريق ده ماله؟ الطريق ده هو يرجع الامبيدنس طالما قابلت الامبيدنس بس انا نفسي انا ماشي مع الكارنت ولا عكسه؟ هنا ماشي مع مع الكلام على عكس عكسه يبقى ناقص 0.2 في اكس مضروبه في مين؟ في 8 بلس في 4 اتجاه الكارنت اللي موجود في اللوب مين الكارنت اللي موجود في اللوب؟ 0.2 اكس طيب وبعد كده عندي فولتج دروب موجود على الفولتج سورس باخده ازاي ده؟ بس انا نفسي على الكارنت ولا؟ لا باخده زي ما هو باخده ازاي بإشارة هنا قابلت مين الناقص الاول يبقى 5 زاوية 0 مضروبه في 8 بلس جي 4 ده قيمه الفولتج سورس بتاعي بس. طيب دي معادله في الفي اكس بس كلنا دلوقتي نعرف نجيب الفي اكس اه خلاص الفي اكس هودي ده الناحيه الثانيه بقى 1 بلس 0.2 مضروبه في 8 بلس جي 4 الكلام ده هيساوي ناقص 5 زاويه 0 مضروبه في 8 بلس جي 4 يبقى اكيد الفي اكس هتبقى بتساوي ايه؟ هو الكلام ده مقسوم على 1 بلس 0.2 مضروبه في 8 بلس جي 4 عرفت اجيب الفي اكس خلاص عرفت تجيب الفي اكس تعالى نروح دلوقتي نجيب مع بعض مين؟ نجيب مع بعض الفي 7 اللي احنا كنا عايزين منها. عاملين كل المسألة دي عشان نحسب الفي 7 الفي 7 بتساوي كام بقى؟ هي الفولتج ديفرنس ما بين النقطتين دول نجيب ازاي الفولتج ديفرنس ما بين النقطتين دول؟ بالظبط انا عارف الفولتج ديفرنس ما بين النقطتين دول هو ناقص في اكس يبقى هاخد ناقص في اكس وبعد كده هكمل اشوف الفولتج دروب اللي موجود هنا بيساوي كام؟ الفولتج دروب اللي موجود هنا بيساوي كام بقى؟ 10 زائد 4 نيجاتيف لين جي 0.2 في اكس ليه خدت 0.2 في اكس؟ لانه ماشي في الاتجاه اللي انا كنت ماشي فيه من الاي للبي خلاص انت كده عارف الفي اكس من الخطوه اللي قبلها هتعرف تجيب دلوقتي تجيب الفي 7 بتساوي كام؟ رحنا حسبنا الكلام ده لقيناه بيساوي كام؟ 7.352 انجل 72.9 صعبه؟ كام واحد طلع الفي 7 الصح؟ كده طلعت الفي 7 حد تاني؟ طيب خلينا نمشي كده شويه مع بعض ونشوف حد طلع حاجه تانيه صح ولا لا؟ انا هنقل بس الفي 7 اكس عشان ما نساهوش طيب ناقص ان احنا نحسب الاي نورتون صح؟ حد شايف ان المساله او الايكويشنز اللي انا كنت كاتبها دي هتلزمني خالص في الاي نورتون؟ هتلزمني ايه؟ مش هي نفس المساله ولا ايه؟ شباب اليوم شباب هي نفس المساله ولا لا؟ المساله ده مش نفس المساله صح؟ انا مش محتاج كل الكلام اللي انا كتبته ده مش محتاج هعمل ايه؟ السيمبليفيكيشن ده مش هيضر لو كانت الشورت سيركت بعيدة عن المنطقة اللي أنت عملت فيها السيمبليفيكيشن، هل الشورت سيركت بعيدة عن المنطقة اللي أنت عملت فيها السيمبليفيكيشن؟ بعيد. اه. يبقى السيمبليفيكيشن اللي أنا عملته ده مش محتاج أغيره. كل اللي محتاجه بس أعمله إن أقول إن أنا خلاص وصلت الشورت سيركت ما بين الاثنين دول وإن أنا عايز أجيب الكارنت أي برضه. السؤال.
اللي ماشي فوق ايه؟ في اللوب دلوقتي مش مهم يكون في اكس صح ولا مش صح. لسه هندور بعد الكلام اللي ماشي في اللوب. مسألة زي دي أول ما شفت شورت سيركت كده برن مع أي حاجة بنعمل إيه في أي حاجة؟ مع الامبيدنس الشورت سيركت برن مع الامبيدنس بتشيل. اي امبيدنس برن مع شورت سيركت بتشيل. لكن لو سورس ما بنشيلوش. حطينا الطعنه دي امتى؟ حطينا الطعنه دي لما شفنا مساله زي دي الترم الاولاني. لما شفنا مساله زي دي الترم الاولاني بقى عملنا ايه عشان نشيلها؟ انا عايز احسب الثلاث اي نقط. عايز احسب الدروحات. عارف ان الكرنت اللي هيحصل بينا هو البوينت 2 في اكس مين يعني؟ في سورس هو. بس انا عندي سؤال، هو اللي قاله ده في جزء من الصح وفي جزء من الغلط، هو الجزء اللي صح عشان هو شوف هو البوينت 2 في اكس لو عايز يختار طريق يمشي هنا ولا يمشي هنا فهو هيمشي كله زي سورس. بس في سورس تاني هو مش هيمشي الكرنت مختلفه، يبقى مش الكرنت بوينت 2 في اكس بس ولا هيمشي هنا، لا ده في كرنت كمان جاي من السورس ده. طب نحسب ازاي ترانسفورميشن وبعد كده نعمل سورس ونعمل كرنت. وانا بحاول اسمع ليه اجاباتكم عشان اقول لكم برضه على الاخطاء اللي انتوا واقفين. هي لو عملت سورس ترانسفورميشن بالظبط لازم نفكر احنا واحنا بنعمل الخطه دي ايه اللي هيحصل. هو برضه اللوك بشكل هي دي يعني هتبقى رغمه يعني مثلا الكرنت سورس ده يجي على الاي جروب هو الاي هو في الحقيقه اللي انتوا قلتوه مش غلط، اللوك اناليسيس مش غلط ولا الطول. عشان المسألة بتاعتنا دي هتلاقي مش الاثنين مفصلين عن بعض، هنشوف ازاي دلوقتي الاثنين مفصلين عن بعض. بس انا مش هعملها باللوب اناليسيس، انا عايز اعملها برضه بمجرد النظر. ازاي ممكن اعملها بمجرد النظر؟ هو في الحقيقة اللي انت كنت محتاجه عشان تعرف الكرنت اللي ماشي في اللوب دي ان انت تدور على كي في ال تمشيه على اللوب دي صح؟ فين الكي في ال اللي ينفع نكتبها هنا؟ بره. يعني ده؟ المسار ده في كام انون بقى؟ واحد مين هو اي؟ الكرنت اللي ماشي في اللود بس هسميه اي اسم اي واحد. تعالى نروح نحسب الكرنت اي واحد ده بيساوي كام؟ عشان نحسبه هنعمل ايه؟ هنكتب كي في ال ايكويشن على اللود دي. اي كي في ال ايكويشن دي على اللود دي بتساوي ايه بقى؟ بدات من النقطه دي وانا ماشي كده قابلت الامبيدنس وقابلت الامبيدنس الثانيه يبقى التو امبيدنس كل ما بعض من سيريس هيديني كام؟ 12 بلس 2 جي. ال 12 بلس 2 جي دي هتتضرب في الكرنت اي واحد بالبوزيتيف ولا بالنيجاتيف؟ بالبوزيتيف. بالبوزيتيف لان ماشي في نفس الاتجاه بتاعي. بعد كده قابلت مين؟ قابلت فولت سورس، فولت سورس قابلت بتساوي كام؟ ناقص 5 زائد 6 مضروب في 8 بلس جي 4. طيب اكمل اللوب بتاعتي، اللوب بتاعتي لسه فيها حاجه ثانيه؟ اللوب خلصت. طب اللوب خلصت هكتب ايه بقى؟ دي مش ايكويشن. ايه اللي ناقص الايكويشن دي؟ تساوي كام؟ يا بقى تساوي كام؟ صفر. مجموع الفولتج دروبس اللي موجوده على اي لوب مقفول لازم تبقى بتساوي صفر. المعادله دي فيها امر واحد بس هو الاي واحد. والاي واحد بيساوي كام؟ هيساوي 5 زاويه صفر مضروبه في 8 بلس جي 4 مقسومه على 12 بلس 2 جي. عرفنا نجيب الاي واحد. جبت الاي واحد برضه استفدت منه يعني ما كنتش عايز اجيب الاي واحد، كنت عايز اجيب الاي نوت. انا عندي واحد بالظبط. احنا لو عملنا كي سي ال هنا هيديني ايه بقى؟ هيديني ان الاي نوت اللي انت عايزه ده يا عم بيساوي الاي واحد زائد بوينت 2 في اكس. يعني بوينت 2 في اكس صح ماشي في شورت سيركت بس ده جزء. الجزء الثاني جاي منين؟ جاي من السورس الاولاني اللي هو جاي من الاي واحد. خلاص؟ طيب البوينت 2 في اكس انا عارف اجيبه؟ ولا ده اكتر من حاجه بروح ادور عليه؟ ولا حسبته المره اللي فاتت ما حسبوش تاني؟ هيختلف ملوش علاقه بالمساله اللي فاتت خالص. طب امال البوينت 2 في اكس ده هجيبه ازاي في المساله دي؟ مش معاك الواي واحد والفي اكس هو معرفه لك ان هو فولتج ديفرنس ما بين النقطتين دول يبقى الفي اكس بيساوي كام؟ 8 بلس جي 4 الكلام ده مضروب في اي واحد. بعد كده قابلت الناقص يبقى ناقص 5 زاويه 0 مضروب في 8 بلس جي 4. بس انا عرفت اجيب الفي اكس اعرف الايكويشن زي فوق يبقى انا عرفت اجيب مين؟ الاي نورتون. حسبنا الاي نورتون ده لقيناه بيساوي كام بقى؟
حد يقدر يقول لي اللي انا عملته ده بالظبط انا عملت ايه؟ الحل اللي انا حليته ده كاني عملت ايه بالظبط؟ عملت لوب اناليسيس. ايه بقى اللوب اناليسيس اللي انا عملته؟ عملت سوبر لوب اهو كتبت عليها كي في ال وعملت في الاخر كارنت سورس، عملت كارنت سورس عملت كي سي ال، فانا عملت لوب اناليسيس من غير ما اعمل ماتريكس ومن غير ما اعمل كل الكلام ده عشان اسهل على نفسي بس. واضح؟ ده غصب عني كنت هعمل كده، حتى لو رحت تعمل لوب اناليسيس كنت هتعمل الكلام ده بس هتبقى لسه في الماتريكس. بس هو في الحقيقه كمان في ملحوظه حلوه قوي، ان الكرنت اللي طالع من الفولتج سورس ده مش هيتاثر خالص بقيمه البوينت 2 في اكس، هو شايفها خالص في اللوب بتاعته، مش شايفها خالص. فهو شايف ايه؟ شايف في اللوب بتاعته 8 بلس جي 4 ال 4 على جي 2، يعني الناس بمجرد النظر كانت تعرف تجيب اي واحد، الاي واحد هيبقى مثال كام؟ هو الفولتج سورس ده مقسوم على كل الامبيدنس ال 9 سيز، ادي الفولتج سورس 5 زاويه صفر مضروب في 8 بلس جي 4 مقسوم على كام؟ مقسوم على كل الامبيدنس ال 9 سيز اللي هم الاثنين دول مع بعض 12 بلس 2 جي. واضح؟ تاني الحته دي احنا هنا لو خدنا بالنا بس بمجرد النظر هنعرف على طول ان انا لو شلت البوينت 2 في اكس ده وحسبت الكرنت بتاع امسى الفولتج سورس ده هو ده نفس الكرنت اللي انا هشوفه لو حتى حطيت البوينت 2 في اكس ده. ليه؟ لان هو كده كده مين اللوب اللي شايفها الفولتج سورس ده؟ هي دي اللوب اللي شايفها الفولتج سورس ده. اللوب دي بتقول له ايه بقى؟ بتقول له انت معاك اثنين امبيدنس معاك ان سيريس، لو عايز تحسب الكرنت اللي هيمشي فيك فاكيد هو الفولتج سورس مقسوم على اثنين امبيدنس معاك ان سيريس. اسال عليها خالص من غير ما تشوف ده. هو ده اثر معايا؟ ما اثرش معايا خالص. اللوب دي مقفوله لوحدها، مقفوله ازاي؟ ان انا وصلت الشورت سيركت من هنا لهنا. لكن ده ما يمنعش بقى ان الكرنت سورس ده لوحده منفصل بقى عن بقيه الدايره، عايز يمشي هو كمان الكرنت في الحته دي بوينت 2 في اكس. هيجيبه منين؟ لازم يبقى عارف الفي اكس كمتر بتساوي كام، وبعد كده يضربها في بوينت 2 يمشي هنا الكرنت. كاننا بالظبط برضه عملنا سوبر بوزيشن. السورس ده لوحده طلع كرنت عايز يمشي كنت اي واحد، والسورس ده طلع كرنت عايز يمشي كنت بتساوي بوينت 2 في اكس. واضح؟ بس كلمه سوبر بوزيشن هنا مش صح قوي، لان احنا ما ينفعش نعمل سوبر بوزيشن على الاندبندنت سورس. الاندبندنت سورس ده معتمد اصلا على الاندبندنت سورس اللي كان موجود. طيب عرفنا نحسب الاي نوت. حد عنده اسئله في الاي نوت؟ حد عنده اسئله في الاي نوت؟ الموضوع سهل؟ مش عارف. حاسس ان الموضوع لسه مش سهل. يبقى زد 7 بتساوي كام؟ اي 7 على ار سوري على زد 7 على اي نوت. الكلام ده هيساوي كام؟ حسبناه لقيناه بيساوي 4.43 ناقص جي 0.59. تخيلوا كل اللي احنا عملناه ده ولسه ما طلعناش ولا مطلوب من هناخد عليهم درجات في الفاينل انسر. تعالوا ناخد بقى درجات في الفاينل انسر، عايزين نجيب الزد ال. مين هي الزد ال بقى؟ ايه هي الزد 7 انس كونجكت؟ طيب تعالوا نكتب بقى الزد 7 انس كونجكت هي 4.43 بلس جي 0.59. طيب ناقص كمان احسب باور ماكسيموم. مين هي الباور ماكسيموم؟ هي الفي 7 انس ماجنتيود اللي هي 7.352. الكلام ده كله سكوير مقسوم على 4 ار 7. مين هي الار 7 انس؟ هي الجزء الريال بارت من الزد 7 انس اللي هي 4.4. الكلام ده يطلع لي كام؟ يطلع لي 3.451. طيب خلصنا الحاجتين اللي احنا كنا بدأنا نجيبهم من المسألة أصلا عشان قلنا عايزين نحسب الـ V7 والـ Z7. طيب ناقص المطلوب التالت، عايز نحسب الـ Voltage VAB. يساوي كام الـ Voltage VAB؟ صح الكلام ده؟ الـ V7 نفسها؟ هو ممكن هو الـ VAB ده مش هو نفس الـ Voltage اللي احنا حسبناه بتاع الـ V7؟ يعني ما كانش عامل لا هو هو ماشي. هي ليه الكلام ده بتقوله غلط؟ عشان المساله بتاعتك الاصليه ما كانش فيها لود، كان اسمها V7 دي اسمها V اوبن سيركت، يعني شايله اللود حاطه مكانه اوبن سيركت. هل دي المساله دلوقتي اللي بيسالك عليها انا عايز الفولتج في ايه دي؟ لا ده اللود موجود واللود ده هياخد ماكسيموم باور، فازاي تلغيه يعني؟ واضح؟ يبقى الفي 7 انس امتى بتساوي الفي اي بي؟ لما اكون حاطط مكان اللود اوبن سيركت. ده الكونديشن اصلا احنا حسبنا عليه الفي 7 انس في اوبن سيركت. طيب انا عايز احسب الفي اي بي، انا مش عايز احسب الفي 7 انس ولا عايز احسب الكلام ده كله، عايز اعرف دلوقتي مين هي الفي اي بي. يبقى انا كل اللي هعمله ان انا احط هنا في اللوب بتاعي ده هقول القيمه اللي انا عرفتها دلوقتي اللي هي مين؟ زد 7 انس كونجكت، وابدا احل المساله صح؟ نرسم دايره فيها في 7 انس. ما هو ده اللي انا عايز اسمعه. واحنا عملنا 7 انس ايكويفلنت ليه يا شباب؟ عشان احسب اي حاجه على اللود انا عايزها كرنت فولتج باور. هل دي حاجه من اللي انا عايزها؟ الفي اي بي دي حاجه من اللي انا عارف احسبها من الموديل؟ اه ده الفولتج اللي موجود على اللود.
طالما الفولتج موجود على الجروب من حقك تحسبه من الموديل، ما تروحش تحل كل المساله دي تاني. امال كل اللي انا هعمله ايه؟ هشيل كل اللي موجود جنب الاي دي ده واحط الموديل بتاع المساله. طبعا هحط مع بعض الموديل بتاع المساله. الموديل بتاع المساله كان فيه ايه بقى؟ في 7 ادي الزد 7 وادي الفي 7 الاثنين ان سيريس مع الفولتج سورس بتاعي. تعال نحل بقى. مين هي بقى الزد البي اي دي؟ V7 هي V7 Z7 في Z7 كونجكت على مجموعة على مجموعة Z7 كونجكت دي هتطلع ايه؟ اثنين اوكسيدنتس الجزء الرايل هنا الجزء الرايل والجزء الايماجيني عكس الجزء الايماجيني هنا فالاثنين يكنسلوا بعض في الجزء الايماجيني ويبقى لي الجزء الرايل موجود في اثنين. خلاص؟ المسألة دي حليناها برضه معانا كل الكميات دي الـ V7 معانا الـ Z7 معانا الـ R7 معانا حسبنا الكلام ده اللي هنا بيطلع بيساوي كام؟ 3.31 زاوية 80.56 كلام ده بالظبط. صح تمام؟ صعبة؟ تاخد أكتر من كده ساعة؟ تاخدش أكتر من كده ساعة. احنا محتاجين نشتغل على نفسنا شوية عشان لا احنا محتاجين نزود سرعتنا شوية في حل المسألة لأن احنا بنعرف أقصى طريق بنمشي في أقصى طريق. طيب جميل جدا. انا عارف دايما السكشن الاولاني الناس لسه بتبقى نايمه وعايزه تصحصح فممكن نصحصح مع بعض الاول مساله المساله الثانيه كل الناس هتحلها صح. ما هي لازم تبان لك مش صعبه بقى جوه الامتحان. ازاي ما تبانلكش صعبه جوه الامتحان؟ انت تكون شفتها قبل كده هتشوفها قبل كده ازاي؟ مش جوه السكشن اللي انا بعمله ده معلش ده زياده يعني خلينا نقول انا ما بحبش اقولها والله بس ده تفضل من المعيد ان هو يعملها في السكشن المفروض ما يعملش كده في السكشن. امال اللي يعمله ايه؟ يحل الشيت. طب هو ما يحل الشيت انتوا تروحوا تدوروا على مسائل الامتحانات وتجيبوها وتحاولوا تحلوها وتيجوا تسالوني فيها اجاوب عليها في الاوفيس اورز. بس انا عملت كده ليه؟ لان حسيت ان الناس نايمه وما عملتش كده من اول السنه خالص. ما حدش جه في الاوفيس اورز سالني في اي مساله من مسائل الامتحانات خالص. يعني نبهت عليها من اول اسبوع. لسه معاكم المنظمه بتاعت الترم الاولاني حاولوا تجربوا فيها المسائل غالبا ما حدش جرب اصلا. ماشي؟ انا معلش انا عملت المره دي كده وضيعت وقت السكشن وفي الحقيقه انا مش هلحق اخش لا في الثاني ولا في الثالث برضه في السكشن هنا. ليه؟ لان احنا استهدف اول ايتم، اول ايتم اللي احنا المفروض كنا نحله كلنا بمجرد النظر كده على طول كل واحد بياخد ثلث ساعه بيحل المساله، المساله الثانيه ثلث ساعه ويبقى لنا نص السكشن نبدا نتكلم فيه عن النقطتين التانيين. ماشي، المره دي كده بس المره الجايه مش تبقى كده، المره الجايه هخش على طول احل برضه الشيت في الجزء ده المره الجايه. طيب عايزين نحل مساله كمان، المساله اللي انت هتعرف تحلوها. Thank you.
كل الاولاني واحد فايند الزد ال اللي قدام في الماكس من باور اثنين فايند ماكس من باور دي بقى الزد ال اللي قدام ثالث حاجه فايند باور سبلايد باي اتش اندبندنت الريزستنس عند بي اكس خمسة طيب هي بس انا ملاحظتي الصغيره بس ان المسائل بتكبر يعني هو كل شويه بيحس ان انتوا خلاص بتعرفوا تحلوا المطالب الاولانيه صح فبيزود الخطوه الثالث بيطلع الثاني بس تقريبا المطلوبين الاساسيين هم دايما هم الزد ال عايز الزد ال بتاخد ماكسيموم باور والمطلوب الثاني هو مين الماكسيموم باور المطلوب الثالث هنا كان ايه؟ عايز يحسب الباور سبلاي بتاع كل سورس اندبندنت سورس كل واحد من دول هيطلع باور سبلاي ده فيه ماشي؟ كل الناس بتحاول تحل بقى بس برضه هدي الناس 30 ساعه عشان تحل وبعد كده ان شاء الله هنحل مع بعض مثلا نشوف كام واحد طالعين هنا تبقى اسرع ونعرف نحل المسائل طيب انا عايز كل الناس تسيب القلم تسيب القلم تسيب الورق تسيب الشوكولاته تقعد بقى كده ربع ساعه اللي جايه دي اسمعني في حد فينا عايز يكمل في حل المساله؟ على فكره لما بسال السؤال ده الناس بتفهم السؤال غلط بقول في حد عايز يكمل الناس بتفهم عايز يكمل في الكليه بعد السكشن ده ولا لا؟ لازم تكمل في الكليه لازم تكمل في القسم اللي حصل النهارده ده بس هو الفكره كلها ان الناس دايما بتقابل الوحش هو الامتحان انا حاولت نقابل الوحش بدري شويه في السكشن فماشي هو ده الوحش عايزين نشوف الوحش ده بنتعامل معاه ازاي يعني اي مساله في الامتحان غالبا هتبقى حاجه من الاشكال دي يعني الميد تيرم او الشكل ده مش الاشكال اللي احنا بنشوفها بقى طول السنه وبيضحكوا علينا ويقول لك شيء مش شيء هو ده لازم نحل ده نعمله ازاي؟ تاني من طول الدسكشن الحته اللي في الاول دي مش في كلام غريب بقى عايز نبقى حاسبين بس احسب الزيت سيرفيس ازاي؟ اجيب المطاريب بتاعتي ازاي؟ بالظبط المطاريب بتاعتي عايز اجيب الزد 7 اكس كونجكت عشان احطها بتساوي الزد ال عايز اجيب البي 7 اكس الماجنتيني مربع وبعد كده اقسمها على 4 ار 7 اكس وبعد كده هنشوف ازاي نحسب الباور سبلاي بتاع كل اندبندنت سورس يبقى واضح ان احنا هنمشي في الطريق نحط اكسترنال سورس بايدينا طب ليه هروح احل للزد بس لما ممكن احل للبي واحل للزد عشان انا كده كده رايح احسب لو انت احللهم بدون ما حاطط بي اس طيب الجنرال سوليوشن مش اسهل سوليوشن بمعنى الجنرال سوليوشن ده بيحل المساله بغض النظر عن ظروف ايه كان فيها ديبندنت سورس كان فيها ديبندنت سورس بس بيحل المساله كلها بغض النظر ممكن كان شكلها الكلب ازاي هل ده دايما لما بنيجي نعمل سوليوشن بيحل كل حاجه ده بيبقى اسهل سوليوشن ولا بيبقى اصعب سوليوشن؟ اصعب وعشان كده الدكتور شرحه في الاخر وحتى لما تلاقيه بيحل في الامتحانات هتلاقيه مش بيحل خالص في السوليوشن ده مش هو ده الاوبتيمال بتاعنا ان احنا نحل بيه اي مساله في الدنيا تعرف تحلها بالجنرال سوليوشن بس مش هتاخد الوقت منك اللي انت بتاخده عشان تحل المساله دي باي طريقه ثانيه، فانا بحاول اختار الطريق الاقصر، الطريق الاقصر هو ايه؟ لو عايز بس مني زد سيلينس هروح اشتغل على ان احط اكسترنال سورس واحط التوت اكسترنال سورس اللي انا عارفه واروح احسب الكرنت اللي ماشي من الاكسترنال سورس، بس المساله دي مش طالب بس الزد سيلينس، طالب كمان البي سيلينس عشان نعرف نحسب فيها الباور ماكس، فانا مش نفس الطريقه بتاعت المره اللي فاتت كلها يديني فرصه كمان ان احل معاك المساله ونفكر فيها ممكن نحلها ازاي ويبقى اناليسيس موديل اناليسيس سمبليفيكيشن هنشوف الدنيا تمشي ازاي. عايزين نحسب البي سيلينس نبدا نرسم المسألة مين هي في 7 انس؟ هي الفولتج ديفرنس ما بين النقطتين اللي هتعمل عندهم اوبن سيركت مكان اللود. ادي اللود بتاعك اللي عايز يشيله ويحط مكانه اوبن سيركت. حط A و B اعرف النقطتين. ادي التيرمينال A وادي التيرمينال B وادي الاوبن سيركت بتاعتي. طيب تعال نكمل بقية الدايرة ما بشيلش أي حاجة تانية غير اللود. طيب شلت اللود يبقى مباقي إيه؟ حط الكارت مش عادي لو حطيت فيها؟ عادي مش تفرق خالص. لا تحت ولا فوق. ماشي مين هي البي 7 هنعرفها ان هي في اي في ولا في بي؟ تفرق تفرق
عشان لما نيجي اعرف البي 7 انس برضه هعرف اللاين اورتر ان هو بيصب من نفس البولاريتي بتاعت الفولتج بتاع البي 7 انس. يعني بمعنى اصح لما اجي اقول ان هنا البي 7 انس هتبقى مين هنا البي 7 انس انا عرفتها ان هي دي اي بي. لما تيجي تحط الشورت سيركت وعايز تشوف الكارنت اللي ماشي في الشورت سيركت تشوف الكارنت اللي ماشي بيصب من مين من مين من اي لبي. طب لو انا اخترت في بي اي يبقى لازم الكارنت اللي بيصب من البي لبي والا هتبقى في اشاره ماينس برضه. هناك لما كنا بنشتغل في الدي سي ما كانش عندنا مشكله في شرط الماينس دي لان انا حتى لو طلع بماينس انت هتعدلها لان لازم الزد او الار بتاعتك لازم تبقى بوزيتيف. لكن هنا مش هتعرف تحسب بيها لان الرقم قدامك كومبلكس فلازم انت تفورس من الموضوع تحطه صح في سيرفنس تعرفها صح وتعرف الاي نقطه صح عشان تعرف تقسم الاثنين تطلع لك الاشاره صح. طيب تعالى نبدا بقى نفكر في المساله دي ازاي نحسب الدي سيرفنس. ازاي احسب الدي سيرفنس في المساله دي؟ في ايمو بي موجود. هو عامل حاجه. هجيب الاكس الاول. طيب خلينا انا دايما بحاول افكر في السمبليفيكيشن ما اعرفش ليه ما بحبش السمبليفيكيشن. فانا هحاول اجرب امشي في السمبليفيكيشن. انا لقيتش حل في السمبليفيكيشن هروح للطريقه بتاعتك اللوب او المودل انسس واشوف كده ايه الاتشيز. بس خلينا الاول نفكر في السمبليفيكيشن مليان في اراء. هو ايه الحاجات اللي بنعرف نعملها في السمبليفيكيشن؟ سورس ترانسفورميشن. في هنا سورس ترانسفورميشن ينفع بس مش مفيد. في ينفع بس مش مفيد مش هعمله خليني بقى براحته شويه. طيب انا هعمل الحاجه المفيده بس. ينفع في سورس كومباينيشن؟ انا شايف اي سورس كومباينيشن ينفع. في اي بارال سيريس ريزيستنس او امبيدنس؟ طيب في ستار دلتا؟ بعرف في ستار دلتا. طب نيم الستار دلتا دي ولا ما تعملهاش؟ ليه ما تعملهاش؟ بالظبط احنا عندنا مشكله بس في الستار دلتا هي ايه؟ ان الستار دلتا بتاعتي دي لو انت شلتها احنا دايما لما كنا بنحول من ستار بنروح للدلتا في الايه؟ النقطه اللي في النص النقطه الكومن. هل انت محتاج النقطه الكومن دي ولا مش محتاجها؟ تعالى نشوف. انت محتاج الفي اكس. طب ما اعرف الفي اكس اصلا هو الفرق الجهد ما بين النقطه الكومن دي وما بين نقطه الجراوند. انا مش محتاج. طب ينفع اعمل سورس ترانسفورميشن وبعد كده اشوف ازاي اجيب الفي اكس؟ في الحقيقه ممكن بس الكلام ده هيبقى صعب. مش هو الطريق الاسهل. ممكن الناس تروح تدور على الفي 4 مين هي الفي 4 وتقعد تفتكر بقى الفي 4 كنا بنحسبها ازاي وانا هقول الفي اكس هو الفي 4. خلاص؟ بس انا مش هشرح الطريق ده طويل. وبرضه انا عايز اسال الناس هو انت بعد ما تعمل الستار ديتا ترانسفورميشن هتكمل المساله ازاي؟ هتكمل سمبليفيكيشن هتكمل سمبليفيكيشن ازاي بقى؟ شويه هنا في امبيدنس بتطلع ما بين النقطتين دول. الامبيدنس دي بقت بقت ايه؟ بقت مع الترانسورس تنفع تحولها لفولتج سورس. نفس الكلام في امبيدنس هنا. الامبيدنس بتعمل فيها ايه؟ اعملها اقول له احول ده الكرنت سورس وبعد كده اخد الامبيدنس الاثنين امبيدنس دول بقى مع بعض وبعد كده ارجعهم فولتج سورس بقت المساله لغايه دلوقتي تو لوبس. فاضل اللوب دي اللوب دي فيها ايه؟ في امبيدنس هنا برر مع فولتج سورس. يا حاجه انا مش عارف انسبها يكون عندي المساله بتاعتي بقت تو لوبس وممكن احلها بالطريقه اللي انا عايزها. مفيش سوبرفيشن ابسط من كده في الجزء ده. طيب تعالى نعيش بطريقه ثانيه بقى واضح ان السوبرفيشن طلع اعقد من الطرق الثانية بقى. لوب اناليسيس ولا نودل اناليسيس؟ حدد هي لوب ولا نودل على اساس ايه؟ لوب. لوب. نودل. نودل. هو اختار انت اخترت لوب ليه؟ عشان هما معادلات. مين المعادلات؟ انا عندي البوينت بتنسب على في اكس ايه؟ وانا عندي في اكس ده الكرنس اللي بين. انت بصيت على اللوب بس صح؟ نعم. بصيت على اللوب بس صح؟ بتبص على النقطة دي. هي النقطة اللي بتروح أحسن عشان أنا هيبقى عندي سؤال كتير. هو النقطة اللي أنت بتبقى عبارة عليك. الفولتج بتاع النوتس. في كام نقطة أنت عارف الجزء بتاعها؟ مش دي نفس السبيشال كيس بتاعت اللوب أناليسيس؟ بس الفرق إيه؟ إن دي ادتني الفي واحد على طول، دي ادتني الأي واحد الأي ثلاثة على طول. لا دي ما ادتنيش الأي ثلاثة على طول. ففي الحقيقة المسألة دي النقطة الأسهل. أنا شايف كده. أنا بصيت عليها كده بغض النظر شوية لقدام، بصيت المسألة مين اللي هيبقى أسهل في المعادلات، شفت إن المعادلات بتبقى بالنقطة الأناليسيس أسهل. طيب تعالى نحلها بالنودال اناليسيس. لو عايز نحلها بالنودال اناليسيس يبقى اول خطوه ايه في النودال اناليسيس؟ حول اي اول خطوه سورس ينفع احوله لكارنت سورس وبعد كده ابقى اعد النوتس وبعد كده اشوف هتعامل معاك ازاي. 50 يبقى اول حاجه 50 دي ممكن نحولها، نحولها ازاي بقى؟ كارنت سورس كنت بتساوي 50 على 5 اللي هي 10 اتجاه خارج الخط. طيب بعد ما عملنا الكلام ده كمان في عندي سبيشال كيس ثانيه اللي هي الديبندنت سورس بس مش هعرفها الا لو عرفت عدد الانوتس الموجود عندي في المساله. في كام انوت موجود عندي في المساله دي؟ هو مين الانوتس اصلا في مساله النوتس على اساس ايه؟ الفولتج بتاع النوتس. مين الفولتج بتاع النوتس اللي مش معروف عنده؟ ده عارف؟ ده ب 100 يبقى البي 2 كمان. لا
بتاعته محتاج اعرفه، وهنسميه نقطه كده انظر انا محتاج اعرف عنه الانفورميشن. كويس، في نقطه كمان اه نقطه ثانيه دي. طيب بما انك دلوقتي عارف مين الانونس الموجود عندك في المساله، اكتب اي حاجه فيها ديبندنت سورس بدل الانونس دي. الديبندنت سورس اللي موجود عندك هو 0.105 دي اكس. مين هي الدي اكس دلوقتي؟ هي الـ V1 على طول، يبقى اقدر اشوف كده الـ VX دي اقعد مكانها؟ ماشي. على بقى نبدأ نحل. عايز احل، احل ازاي؟ عادي. يلا ابدأ اكتب الماتريكس على طول. ما اكتبش الماتريكس على طول، ليه ما اكتبش الماتريكس على طول؟ لأن هو هنا في سبيشال كيسز، طالما في سبيشال كيسز ما اكتبش الماتريكس على طول، حاول تكتب الأول معدلات وبعد كده تبصها. طيب تعالى نعمل الكلام ده. هكتب كي سي ال عند واحد وهكتب كي سي ال عند اثنين. تعالى نكتب كي سي ال عند واحد. وانا هكتب كي سي ال عند واحد هيصير العلاقه بتاعتها ايه؟ سيجما الكرنت ان بتساوي سيجما الكرنت اوت. مين الكرنت ان ومين الكرنت اوت؟ هي الكرنت ان اصلا في كل الكرنتس اللي داخله على المود، والكرنت اوت اصلا في كل الكرنتس اللي واصله في البرانشز اللي فيها امبيدنس على المود. يعني هاخد الكرنت ده خارج كده والكرنت ده خارج كده وهاخد الكرنت ده خارج كده. الاستميشن بتاع الكرنت ان على الرقم واحد بتساوي كام؟ زيرو. الكلام ده هيساوي مين السمشن بتاع الكرنت اوت؟ مين الكرنت اوت؟ تعالى نكتب كده في البرانشز اللي وصلنا عند الرقم. مين الكرنت اوت؟ 100 ولا في 1 ناقص 100؟ لا في 1 ناقص 100. في 1 ناقص 100 مقسوم على جي 5 زائد. مين الكرنت ماشي هنا؟ في 1 ناقص في 2 مقسوم على كام؟ ناقص جي 5 زائد. الكرنت ماشي هنا هو مين؟ هو في 1 على 5. طيب خلاص كده في سي ال ايكويشن دلوقتي تعرف تطلع وتبصها فين؟ في الماتريكس. هتاخد الكوفيشن المعروف في دي واحد تحطه في الاول والكوفيشن تحطه في دي اثنين وفي تاني تحطه الناحيه الثانيه بعكس الشغل. طيب كي سي ال عند نود رقم اثنين تدي لك ايه بقى؟ سميشن بتاع الكرنت ان يساوي سميشن بتاع الكرنت اوت. مين الكرنت ان ومين الكرنت اوت اللي وصل على نود رقم اثنين؟ 10 حلو قوي. في هنا في 2 ناقص في 1 مقسوم على سيجما الكارنت ان، مفيش كارنت ان غير 10. مين الكارنت اوت؟ في كارنت هنا اوت، في كارنت هنا اوت، في كارنت هنا اوت، فهاخدهم كلهم في نفس المعنى 0.5 في اكس. مين هي في اكس؟ خلاص احنا هي في 1 مش كده في اكس. طيب في هنا الكارنت اللي هنا بكام؟ في 2 ناقص في 1 مقسوم على ناقص جي 5 زائد مين دي؟ هي في 2 مقسوم على 5. خلاص دي الايكويشن الثانيه. هنلاقي التو ايكويشنز دول مع بعض احطهم في الماتريكس فورم واروح احسب التو ايكويشنز دول مع بعض واحلهم عشان اجيب الانونس في واحد وفي اثنين. دايما وانت شغال في الكومبلكس ما تروحش تحسب الا الحاجه اللي انت عايزها. انت عايز مين؟ عايز في واحد ولا عايز في اثنين؟ عايز في اكس صح؟ يعني مش عايز في اكس بالظبط، عايز في مين؟ عايز في مين؟ بالظبط. وانا كل اللي عايزه دي 7. مين هي بي 7؟ دي هي ال 100 في اي اللي هي 100 ناقص الدي بي اللي هي في 2. مين هي في 2؟ هي بتساوي ديترمنت 2 على ديترمنت، وهحسب دي بس ودي ماتريكس 2 في 2. طيب معلش اضطرينا نحسب الديترمنت بتاع 2 ماتريكس كل واحده فيهم 2 في 2، ده كل اللي احنا عملناه في النودال اناليسيس هنا. طيب وبعد كده خلاص حسبت الفي 7، لقيت ان الفي 7 تطلع بكام؟ بس فاكر الرقم اللي انا قلته. عرفت احسب الفي 7 اس. تعالى نعمل الفي 7 اس دي بس عشان ما ننساهاش، او خليها في مكانها عشان ننساها، مش همسح احسن من كل تاني. عرفت اجيب الفي 7 اس، ناقص نعمل ايه بقى تاني؟ لسه ما طلعناش مقطع من الانسر، انا لسه كمان هروح اجيب الاي نقطه. تعالى نروح نجيب الاي نقطه، عشان اجيب الاي نقطه ايه اللي هغيره في المساله دي؟ احط شورت سيركت مكان الاوبن سيركت، حطيت الشورت سيركت مكان الاوبن سيركت، احط الكرنت في اي ماشي في اي اتجاه؟ اللي هو ده الكرنت اللي انا عايز اجيبه اي نقطه. عشان اجيب الكلام ده خلينا نرجع المساله زي ما كانت، بس المساله زي ما كانت شكلها عامل ازاي؟ مش لازم تحل بنفس الطريقه في المسالتين، فكر في كل مره المساله الاسهل بالنسبه لك هي ايه؟ كده المساله الاسهل بالنسبه لك هي ايه؟ اللو ولا النودل؟ نودل لو انا مش عارف، تعالى نفكر مع بعض. سمبليفيكيشن ايه السمبليفيكيشن اللي ممكن تعمله؟ هو في سؤال تمشي تمشي ايه؟ تمشي سوبر بوزيشن. هتعمل سوبر بوزيشن ليه؟ يعني هتحل المسألة مرة في السورس كده ومرة في السورس ده؟
صح مش حاجه غلط بس دي طريقه هتبقى سهله تسهل المساله دي نهايه لا مش هتسهل المساله خالص اقدر اخد السورس ده يعني اخد ده وكرر التعبوه وان هو 5 اكس لكن فاهم ماشي مشكلتكم ان انتوا بتقعدوا تفكروا في المساله وتفتكروا ان المساله انتوا ما غيرتوهاش خالص المساله اتغيرت ايه اللي اتغير فيكم بقى؟ ما في شورت سيركت ما بين النود واحد او ما بين نقطه A وما بين نقطه B الاثنين نفس الفولتج ما دي كام؟ في واحد بتبقى كتير في واحد بتبقى كام؟ في واحد بكام؟ هو عارف ايه المية بتوصل؟ هجيب الايكويشن بتاعتها اللي هي بتاعت النوت هلاقي صح صح هو بس ممكن يجيبها فعلا بمجرد النظر؟ اه ما عندي واحد هو ازاي الفولتج ده والفولتج ده الاثنين كده يعني هو مفيش اي حاجه في النص ولا ايه؟ ازاي ده من 100 بقى باينه؟ لا في واحد هيبقى بكام؟ هو عشان الميزه ان هنا التو امبيدنس واحده كانت 5 جي وواحده ثانيه مره جي 5 فالتو كرنتس هيبقوا عكس بعض في الحقيقه الاثنين هيخلوني اوصل لنقطه الواحد بصفر انا هثبتها لكم بالاكويشن بس هي فعلا الموضوع ان انت تجيبها بمجرد النظر مش سهله خالص لازم تبقى جربتها كتير بس خلينا نجيبها بالاكويشنز انا بس كل كنت عايز اقوله للناس ان انت لو خدت بالك بس انت عملت ايه في المساله ده ممكن يسهل عليك المساله احنا عملنا شورت سيركت ما بين النقطتين خلاص الشورت سيركت دي عملت تاني الفولتج بتاع النقطه دي طيب نقل الفولتج على النقطه دي ده انت عندك كام انون في المساله دلوقتي هي المساله اصلا كان فيها 3 نودز لما انت بقيت عارف 2 نودز منها بقى فيها كام انون؟ واحد بس هي ليه بقت بس؟ بقت كام؟ انا مش كاتب ناقص ده حاجه كانت موجوده في البورد هي 100 خلاص؟ طيب تعالى نحل المسألة دي عشان نحسب الكي سي ال نعمل كي سي ال عن نقطة واحد عشان نعرف الفولت دي بكام يبقى الفي اكس لسه بكام؟ الفي واحد تعالى نكتب بقى كي سي ال عن نقطة واحد لو كتبت كي سي ال عن نقطة واحد مين الكارنت اللي هنا ومين الكارنت اللي هنا ومين الكارنت اللي هنا؟ سيجما الكارنت ايه تبقى بتساوي كام؟ كام؟ صفر سيجما الكارنت ال تبقى بتساوي كام؟ الكارنت اللي هنا بكام؟ في واحد ناقص 100 مقسوم على جي 5 كارنت ماشي هنا بكام؟ في واحد ناقص 100 مقسوم على ناقص جي 5 يبقى الاثنين دول كنسلوا بعض بقى لي ايه؟ في واحد على 5 في واحد على 5 بتساوي صفر يبقى اكيد في واحد بكام؟ يبقى في واحد بصفر النقطة دي بقت صفر تعالى بقى عايزين نحسب ايه؟ كان ممكن نجيبها بقانون كده عايزين نجيب اي نوت كل ده انت عرفت ان كل الفولتج نوتس بتاعتك واحده بصفر والثانيه الاثنين ب 100 بس انت كل ده لسه ما جبتش الاي نوت هو الصفر ده عمل ايه؟ الصفر ده هيعمل ايه؟ لو في واحد بصفر يبقى اكيد الفولتج الكرنت سورس ده مش شغال ده هيطلع كرنت كنت بتساوي صفر ما فيش كرنت ماشي في البرانش ده كانه مش موجود اصلا ايوه تعال نكمل بقى عايزين نحسب الاي نوت نجيبه ازاي؟ شيل البرانش شيل البرانش ده؟ ده انت اللي دي الخمسه اللي في الخمسه ده؟ شيل انت عايز تشيل ليه؟ هيفرق معاك ازاي في الكلام ده؟ ايوه هيخلي المسألة شكلها أعلى. ده أحسن. هو محتاج تشيله ولا محتاج توصل النقطتين دول ببعض يعني؟ نوصل للنقطتين دول ببعض. مش محتاج تشيله. هيجيب منين الفولتج صفر؟ لما يبقى في شورت صفر، النقطتين الصفر. طيب. طيب خلينا نقول بس دلوقتي لو انا عايز احسب الاي نوت انا هحسبه ازاي؟ هحسبه عن طريق ان انا اعمل دلوقتي كي سي ان هو الحاجه الوحيده اللي قدامي ممكن اعملها طبعا انت كنت بتفتكر حاجات كتير بس هو هنا عشان احسب الاي نوت الموضوع اسهل كتير ان انا اعمل الكي سي ان هنا او اعمل الكي سي ان اعملها في اي ناحيه في الحقيقه الناحيه دي اسهل تعالى نشوف ازاي الناحيه دي اسهل هو مين الاي نوت؟ مش الكارت اللي بيصب في النقطه دي الكارت اللي بيصب في النقطه دي مش جزء منه هيمشي هنا وجزء منه هيمشي هنا انت عارف الكارت اللي هنا بكام؟ عارف الكارت اللي هنا بكام؟ ده سهل وده سهل الكارت اللي هنا بكام؟ هو ال 100 ناقص ال 50 مقسوم على 5 انا عرفت ان الكارت اللي هنا ب 10 الكارت اللي هنا بكام؟ 100 ناقص الصفر مقسوم على ناقص جي 5 اللي هو بيساوي كام؟ 20 جي يبقى الكارت هنا كان 20 جي والكارت هنا كان ب 10 يبقى الاي نوت بتاعي بيساوي كام؟ 10 بلس جي 20 كان بيبقى بس انا كده حليت المساله حليت الاجزاء اللي تقدر تساعدني ان انا اجيب اول مطلوبين اول مطلوبين بقى كان طالب ايه؟ عايز اعرف الرود بتاعك بتساوي كام؟ زد مين بتبقى بتساوي زد 7 سكون جي وزد 7 انس بتاعتك كام بتطلع بتساوي Thank you.
طيب هو ناقص كمان ان احنا نحسب الباور سبلاي بتاع كل اندبندنت سورس. ازاي نحسب الباور سبلاي بتاع كل اندبندنت سورس في المساله دي؟ نحسب الكرنت والفولتج على الزد ال. هو اول واحد يقول لي الطريقه دي انت لغايه دلوقتي. انا نفسي واحد فعلا يكمل في السكه دي. هو الناس بتعمل ايه في الحقيقه لما بتيجي توصل للمساله دي وبتقول لك خلاص انا عايز اجيب الكرنت هنا واجيب الكرنت هنا، بتقول لك ان انا خلاص انا عايز اخش جوه الموديل، مش عارف استخدم الموديل في حاجه. صح؟ مش انت عايز تجيب الكرنت هنا والكرنت هنا؟ تعرف تجيبهم دول حاجه على اللود؟ عشان احسب الباور سبلاي بتاع كل سورس انا محتاج الكرنت هنا والكرنت هنا. هو دول جوه اللود موجودين على اللود؟ لا مش موجودين على اللود، يبقى انت مش هتعرف تحسبهم من اللود. فانا هعمل ايه؟ اروح احل المساله تاني كبيره. بس في الحقيقه انا عايز الناس تفكر في الطريقه الثانيه. الطريقه الثانيه هي ايه؟ لو انت معاك الفولتج فرق الجهد ومعاك كمان الكرنت اللي ماشي في اللود ده عارفهم دلوقتي، مش انت دلوقتي تقدر تستخدم حاجات كتيره قوي انت عارفها. ايه الحاجات اللي انت عارفها بقى؟ لو انت عارف فرق الجهد ما بين النقطتين دول، مش معاك جهد النظري؟ يبقى عرفت تجيب الجهد النظري ولا لا؟ عرفت تجيب الكرنت اللي هنا ولا لا؟ عرفت تجيب الكرنت اللي هنا؟ فكر بنفس الطريقه وشوف ازاي ممكن تجيب الكرنت اللي هنا. بسط على نفسك المساله، تستخدم الموديل اللي انت عارفه. ما اروحش احل المساله دي كلها مكلكعه على بعضها تاني. واضح؟ بس فعلا يعني حتى لو حلتها مكلكعه تاني على بعضها الموضوع برضه هيبقى اسهل، لان انت بقيت فاميليار ازاي تكتب الايكويشنز على طول. يعني الايكويشنز بتاعت واحد مش هتتغير خالص عن المساله بتاعت البي 7 صح؟ هيبقى نفس التو نوتس، فانت ممكن تكتبها ما عنديش اي مشاكل خالص، بس انا بقول لك حاول تفكر على طريق اسهل. بس هديكوا الريزلتس في الاخر كانت تطلع ايه؟ الباور سبلاي بتاع السميك فوق ال 100 فولت كانت تطلع 1250 واط. الباور سبلاي بتاع ال 50 فولت كانت بتطلع ناقص 375 واط. انا عايز اسال سؤال، الارقام دي منطقيه ولا مش منطقيه؟ مقبوله ولا مش مقبوله؟ مقبوله صح؟ طيب هو انا عندي سؤال بقى، هي الارقام دي لو مقبوله المفروض الباور ماكسيموم دي تبقى قد ايه من الباور سبلاي؟ لا مش شرط. ليه بقى الله اعلم؟ استنى بس السؤال ده الاجابه دي حلوه قوي. ليه الله اعلم؟ الدين ده يبدا بالظبط. هي المشكله الله اعلم ليه، لان انت ما حسبتش غير الاندبندنت سورسز بس اللي موجوده، لكن الاندبندنت سورس ده لسه بيطلع باور سبلاي او بياخد منك باور سبلاي. فعشان تعرف هي 50% ولا لا انت لازم تجيب السيجما باور سبلاي بتاعت كل السورسز اللي موجوده في المساله. فانت لو جمعت الاثنين دول غلط يطلع لك 875. 875 نصهم مش هم 312. يبقى واضح ان ده كمان كان بيشكل، ان هو كان بيشكل بقيمه سحب شويه من الباور واللي اتبقى لي خدت فعلا منها 50%. مفهومه ولا مش مفهومه؟ انا بحسب بتحل المسألة خلاص كأنه باور سبلاي 50% بتروح للباور اللي الزد دول لما بتحط الزد دول بتاعتك بزد 7 اسكواير. هي مين الباور سبلاي اصلا في الدايرة؟ هي سيجما باور سبلاي بتاعت كل السورس اللي موجودة في الدايرة. خلاص شباب محتاجين نحلوا محتاجين نسأل عشان الناس اللي عندها أي مشاكل تسألنا. خلاص يا سيدي خلاص.